جيال جاب تلغون، أحكي ألغاز وحكايات، كلامك يفتح لعقول والغازك حكمة ومعلومات، من المستقبل جاء مرسول وعلمنا بزاف حاجات. أنا الإمبراطور منصور كاتب كل البقالات، ما يخفى عني مسطور، مارق بكل العفسات، جاوا عندي من كل برور، اتحديتهم والخاسر مات. وين راهي لونجا بنت الغول؟ اتخبرني بالأحجيات. مولاي أنا الأميرة لونجا، عندي بزاف حكايات، جيتك من عصر النهضة، علم ونور واختراعات. التلفزيون؟ وشنو هذا؟ التليفون. ايباد ومعاه التابلت. يلا وش عندك تقول؟ انا الامبراطور منصور، عندي كل الاجابات. هي لونجا بنت الغول ودارت عليك اليامات. الإمبراطور منصور أذكى الأذكياء عبر العصور، الكل الألغاز يلقى الحلول، يتحدى كل الناس وكان دايما عنده ما يقول. الحق الأخبار اللونجة بنت الغول، أميرة الكلام المعسول ومولاة الحكمة والرأي المعقول، وجات من المستقبل للتحدي للمصير المجهول. قدرنا لهاش هذي قاعدون جابون دلغول ولا حل ولا حل مجبناه. صعيبة صعيبة الله غير وعرة بزاف. أولي نساء القصر محبين يشوفوك ورام عند الباب. شيش حقو عندي هادو تاني؟ خليهم يدخلوا خليهم. هادي جديدة مولاي. صباح الخير مولاي. واش جابكم غير الخير مولاي؟ انا دنا اجتماع. شكون قال لك هضري انت؟ دايرين اجتماع حاله كاع، دايرين لي جمعيه مالا. هاي قولي لي واش قررتوا؟ هاد لي ليست تاع حوايج ماذا بينا تجيبها لنا لونجا من المستقبل. حوايج؟ ايه مولاي، حبينا نشوف الحوايج الدار تزوخ بيهم هذيك لونجا. تليفون طاسة حسام الغول كاسة ماذا بينا ما تنسى حتى حاجة؟ ماذا بيكم ما تنسى حتى حاجة؟ مليح؟ قتلكم الطمع، قتلكم. الأميرة لونجا بنت الغول. سلام يا حضرة الإمبراطور. سلام، تفضلي تفضلي لونجا. الله يزيد فضلك. عندي ليك حاجة تفرحك وتهنيك، جبت لك كامل واش طلبت مني. يا نصرفه. خلي هذا من بعد من بعد. ياك جبتي لي كلش. بالطبع وما نسيت والو. هاي عطينا جديد. حضرة الإمبراطور ما حليت حتى أحجية وما زالك حاب تتحداني. أنا قبلت التحدي. معليش معليش، اسمع مليح وركز. أنت عندك الاختيار، موسيقى وأفلام عجب تحكم فيه ليل ونهار، يقدم لك واش تحب، فن وكوميديا وأخبار، شعر وغنى وأدب، في كل حومة وفي كل دار بزاف عليه الطلب. قدم لك واش تحب واش تحب.
مولاي وكيل لقيتها. لا لا سير سير لقيتها. راح راح. أيوا هذا ما يكون غير المصباح السحري. لا لا يا حكيم الزمان. هيا حكم بلاستيك. انت عندك الاختيار، موسيقى وفلام عجب تحكم فيه ليل ونهار، يقدم لك واش تحب، فن وكوميديا واخبار، شعر واغاني وادب، في كل حومه وفي كل دار بالساف عليه الطلب. فوازير رمضان 2016 تضرب لكم موعدا مع المفاجآت، هدايا كثيرة في انتظاركم يوميا، تلفزيونات، مكيفات هواء، هواتف نقالة، ورحلات سياحية. والمفاجأة الكبرى سيارة في سحب يوم العيد من إهداء الشروق تي في. شارك وبعد برسالة قصيرة على الرقم 66028 من جميع متعاملي الهاتف النقال، وارسل CH1 للاقتراح الأول أو CH2 للاقتراح الثاني. حظ سعيد للجميع. سحر بانكم. ركز وفكر، ركز وفكر بالك تفرح، افهم واشرح وراجع المعلومات، شارك والعب امرح وفرح، تقدر تربح تقدر تربح اذا صبت الاجابات.